قدر طعم ولاده على ايام نعمة من الله. الناس كلها في مجاعة قاعدين، ما فيش إلا هالخبازة، تمام، إلا هالخبازة وهالحمصات بالبر، بنقي وبنبيع، بنقي وبنبيع لهالناس، فيش إلا فيش طبايخ، فيش أكل، فيش شرب، كله مجاعة. مش ياكل هذا، كله جوع، مطعم هالصغار ما فيش، كلهم بيصرفوا بدهم اكل ولا حادي لقيه، مش عارفين ايش نساوي احنا. مش تصوير، هو بدي كلام. يعني هو كلام؟ مش دخلك. ما يهم ازاي كل الاسباب اللي اقول هذا، الشعب ضاع، الشعب مات. حسبي الله وانت النعم الوكيل اللي كان السبب فينا هيك. هاي شايف حالنا تنهارنا هيك على النار، نطبخ ونعمل، لا غاز ولا ميه ولا اكل ولا شرب ولا خبز، مش حرام؟ حرام اللي بصير في هالبنت، بتصحى بالليل تقول لنا ناكل بدنا نشرب، ما بنلاقيش ايش نطعمها. الوضع يعني سوء بالمرة، يعني زاد سوء بالمرة على الآخر، اضطرينا يعني إنه نطلع على يعني على الحدود، يعني ما فيش بيننا وبين الدبابة إشي، يعني ما فيش يعني، بس إحنا بنعرض حالنا للخطر، شو بدنا نعمل يعني؟ نطعم أولادنا، يعني عندنا أطفال بدها تاكل، يعني الواحد يقول إشي يعني قليل، ويعني ولا إنه يكون ما فيش يعني. خلينا نروح على الحدود يعني، بس الدبابة تطف علينا يعني، رغم هذا نروح يعني نجيب. لقطة اللي هو يعني هذا الحشيش، يعني بسموه حشيش الأرض، اللي ياخذ بيزة يعني نجيب هذا بالريس، يعني علشان كان يعني عنده الواحد أمراض، كان التهابات يعني برضه التهابات من قلة الأكل، من قلة المية الحلوة بصير معنا التهابات، مضطر نروح نجيب هذا البريس ونغليه ونشربه. الخبازة هذه تقريبا هي الأكل الوحيد اللي ضايل الشعب يعني غزة فيها، يمكن هذه تبقى آخر وجبة، لأنه فيش يعني بنروح، لما بنروح بنجيب من عند السليك طبعا بصير طخ عليه نواف، يعني كل حاجة فيش، لا ضل رز ولا ضل حاجة، هذا آخر حاجات، آخر يمكن آخر قطعة ضلت يعني. الناس كلها بتيجي، الناس كلها بتيجي على الخبازة، الناس بتيجي كلها على الخبازة لأنه أرخص حاجة وأسهل حاجة، أقول لك مش حاجة تحطها أصلا على الخبازة، يعني الناس صارت تشربها شرب. حط